الناس اتكلمت على موهبه لاعب بحجم ناصر ماهر. ناصر ماهر له حوار في المصري اليوم بيتكلم على كونه خليفه عبد الله السعيد. لما تشوف الحوار وتشوفوا كلام ناصر ماهر وهو لاعب الاهلي المعار لسموحه، لا عنده رغبه، فكره ان هو يعار عشان ياخد فرص واضح ان هي جهزته واثقلته بشكل جيد، سماته الشخصيه باينه في كلامه، رغبته وتركيزه في ان انا راجع للاهلي نهايه الموسم بيسعدني جدا. طموحي ان اتدرب مع حسام البدري في الفريق الاول لانني مؤمن بقدراته واعتبره مدربا عالميا لا يقل عن المدربين في الدوريات الاوروبيه الكبيره. ده كلام ناصر ماهر. بيسالوه انت شايف ان انت تقدر تادي دور عبد الله السعيد داخل الملعب؟ بيقول نعم، دوري داخل الملعب شبيه جدا باللي بيعمله عبد الله السعيد مع الاهلي في الفتره الماضيه. يمكن طريقه ادائي مع سموحه، طبيعه المركز خلت الناس كلها تبقى شايفه ان انا نسخه مكرره من عبد الله السعيد او بيقدر يؤدي نفس الوظائف والمهام التكتيكيه في نفس الملعب. شخصيته واضحه جدا. لما بيسالوه هل يغضبك ان تكون بديلا لعبد الله السعيد، قال كلمه بديل في العموم ما اقبلهاش، وكلمه بتغضبني انا ما ينفعش اقبل اكون احتياطي لاي حد. كابتن عبد الله السعيد لاعب كبير، لاعب موهبه، لاعب امكانياته عاليه جدا، لكن انا اسمي ناصر ماهر وعندي الرغبه والقدره في ان انا اقدم نفسي. زي ما بقول لكم حوار في مجمله بيشي بشخصيه لاعب جيده جدا، بسمات شخصيه للاعب ان شاء الله يكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي وللمنتخب الوطني في الفتره اللي جايه باذن الله. حديثه ايضا عن الانضمام للمنتخب حتى رده فيها عقلاني جدا. انا اتمنى اكون في المنتخب، لكن هم دلوقتي بيختاروا الناس الاجهز والناس الافضل، فانا مانيش الاحسن من ضمن الناس اللي تم اختيارها، فما اقدرش اقول ان الجهاز تخطاني او اختار حد وسابني. هو بيقول ان انا وجودي في الفتره الحاليه يهمني جدا ان انا انهي الموسم مع سموحه بشكل جيد، ويهمني ان انا ارجع اركز بشكل قوي مع النادي الاهلي. ده حوار. في حاجه تانية عايز تقف فيها؟ في كلام في سطور طبعا. اتفضل. انا لما شفته هو عنده 17 سنة أنا قلت هذا واحد سيكون من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر. منتهى الثقة. أنا قلقان شوية من الكلام اللي مكتوب هنا. بصراحة يعني. الآن في بعض الأمور على قدر ما أنت مبسوط من إجابات سليمة في بعض الإجابات، لكن أنا قلقان وأقول له يا ناصر بالراحة على نفسك شوية. لا تصف نفسك، دع الاخرين يصفوك. انا شايفك لاعب متميز، بس انت ما تقولش انا لاعب متميز ولا اخشى المنافسه. ما تقولش ان انا ما اقعدش احتياطي لحد. ما ينفعش. انا بقول له الكلام ده ليه؟ عشان انا عايزه يكون من احسن اللعيبه اللي جت مصر، واخشى عليه من نفسه اذا فكر كده. انت تدخل النادي الاهلي يعني عليك ان تخوض صراعا مريرا من اجل التواجد. لكن الرسائل اذا كانت دي رسائل او كانت اجابات عفويه اسمح لي، او اذا كان قال الكلام بالطريقه دي ما اتكتبتلوش الكلام ده، واخد بالك؟ لكن ده في المصري اليوم برضو. ايوه انا قلقان من المصري اليوم ده. الطريقه اللي مكتوب بيها الحوار تظهره في صوره سلبيه وتضعه امام انه شخص شويه مغرور. فأنا أرجو إذا كان دي إجابة، ما ده بقول لك. شوف أنا بسيبني أكمل بقى. أرجو إن ما يكونش قال الكلام بالطريقة دي. وأنا أنصح يا جماعة ليه بتروحوا وأنتم مش متأكدين من نتيجة إذا قلت هيقول لك أنا مسجل له هتلاقي كلام في السياق إنه ممكن تستشرف منه أو تستخلص منه هذه المعاني. لكن أنا بنصحه بقى، واحد بيحبك زي ما نصحت صالح جمعة، واحد بيحبه، انا واحد مقتنع بموهبه ناصر ماهر، مقتنع ان انا لو انا راجل يسمح لي ان اكون في موقف الناصح له او قريبا منه اقول له الهوينا اثبت وجودك، بلاش كلام انك تصف نفسك باي صفات ايجابيه، دع ملعبك يفرضك، لكن ما تقولش انا ما اقعدش بديل لحد. ما ينفعش. لو انت مارادونا، لو انت ميسي ما تقولهاش، مش مقبولة. مفيش حد هيقبل انك تقول له الكلمة دي.
وده اسفين بيتحط بينك وبين الناس المسؤوله عليك. انا بكلمه بصراحه لان انا مش مرتاح لتوجه هذا الحديث. لم يظهره كما اعرفه. لعيب واثق في نفسه بس ما هوش مغرور. انا عارف انه مش مغرور، وعارف انه لعيب طموح بس عارف انه متوازن، يقدر يقول انا بتنافس مع الجميع والمهم صالح الفريق. كلام اللي العاقلين بيقولوه، كلام العاقلين تحمل بيقولوه. مني يا ابني صراحتي حرصا عليك.